ينضم إلينا من المنامة مفادنا درويش الطويل. يعني كنا تابعنا هذه المراسم وهذا القداس الاحتفالي درويش منذ قليل. لو تطلعنا أكثر على أحداث اليوم، أجندة اليوم قبل أن يغادر البابا فرانسيس غدا. نعم، بالفعل اليوم البابا كان متواجدا، بابا فرانسيس بابا الرئيس الكنيسة الكاثوليكية، حيث أدى الصلاة هنا في مجمع الوطني هنا في أو الاستاد الوطني هنا في البحرين بحضور 30,000 شخص وبحضور أكثر من 100 جنسية مختلفة يعيشون هنا في مملكة البحرين. بالفعل هذه الزيارة التي تستمر لمدة 3 أيام والتقى فيها طبعا بالإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وأكد أيضا على أهمية التسامح. وقد شارك طبعا بابا فرانسيس مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في 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 الحوار الذي كان هنا أو الملتقى البحرين للحوار بين الشرق والغرب. هذه الزيارة للبابا تعد بالفعل تاريخية، وطبعا هي الزيارة الثانية لدولة خليجية بعد أن جاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وأعلن عن وثيقة الأخوة الإنسانية في عام 2019. بالفعل هذه الزيارة التاريخية تأتي للحوار ما بين الشرق والغرب، وألقى طبعا بابا فرانسيس كلمة أكد فيها على أهمية التسامح، على أهمية نبذ العنف، على أهمية نبذ الكراهية، على أهمية نبذ خطاب الكراهية، ودعا إلى السلام ودعا إلى التسامح ودعا إلى يعني إنهاء الحروب بين إنهاء الحروب وإيقاف آلة القتل، وأن يكون الحوار وآلة الحوار هي التي تكون موجودة بين المجتمعات وبين الشعوب. شكرا لك درويش الطويل مفادنا إلى البحرين.